القاضية تحية إعلامية شهداء القاضية تحية إعلامية شهداء القاضية تحية إعلامية شهداء القاضية تحية إعلامية شهداء القاضية مع أي كان يريد أن يمر هذا الإجرام بسرعة. لهذا نقول حان الوقت للإعلام أن يأخذ زمام المبادرة وأن ينقل للرأي العام بكل الوسائل الممكنة أن ما يحدث الآن في قطاع غزة جريمة لم يعرفها الجزائر. من ناحية الإعلامية كما قلت لكم هذا موقف اتخذناه مع نقابة صحفيين فلسطينيين واتحاد الدولي للصحفيين التي تقف هذه النقابة مع فلسطين. قاموا بزيارة السفارة منذ الأيام الأولى للعدوان ثم اعتصام باب السفارة ثم حولهم وتمرهم العام إلى صوت يطالب بوقف العدوان وكشف جرائمه. يعني أولا الرسالة هو توجيه الشكر الجزيل لنقابة الصحافة لنقابة الوطنية للصحافة المغربية على دورها في دعم الحق الفلسطيني في الوقوف مع العدل، لأن من يقف مع فلسطين يقف مع الإنسانية. نحن نرى أن هناك عدوان، هناك تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني، هناك بشكل ممنهج تدمير للنظام الصحي، نظام التعليم وقومات الحياة. 70% من المباني دمرت، 130 إعلامي وصحفي فلسطيني قتلوا من 7 أكتوبر لليوم، غير عائلاتهم الذين استهدفتهم. إسرائيل لا تريد للإعلام الحر أن يرى ما يجري من جريمة بشعة داخل قطاع غزة. العدوان على غزة هو حرب عالمية على مدينة 2 مليون فلسطيني في مساحة جغرافية صغيرة، تشن عليهم حرب عالمية. إسرائيل ومن يدعم إسرائيل بالسلاح وبالفيتو الأمريكي. نريد من الأحرار في العالم أن يقفوا مع فلسطين. المغرب ودول إفريقيا تعرضوا للاستعمار، ناضلوا وبالنهاية أخذوا استقلالهم. الشعب الفلسطيني يسير على هذا الطريق، طريق المغرب وطريق كل الدول التي تعرضت للاحتلال. نحن نناضل من أجل حريتنا ونحن نقدم هذه التضحيات، ولكن ما يحصل في غزة لم يحصل منذ عام 1945. حجم ما استخدم من سلاح ضد غزة أكثر مما استخدم، أكثر من قوة الأسلحة النووية التي استخدمت في ناغازاكي وهيروشيما. هذا إجرام لم يسبق له مثل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.